مرحبا. خلال الفيديو السابق حكينا عن الأرقام وشو هي الأنواع الرئيسية للأرقام في بايثون. هلأ كيف ممكن نمثل هاي الأرقام في كودنا بحيث إنه إحنا نحفظ هاي القيمة ونستدعيها خلال تقدمنا في كتابة الكود؟ هذا الشيء بيكون من خلال المتغيرات، بحيث إنه نحفظ هذا الرقم في متغير ونمثله من خلال هذا المتغير في أي كود تاني أو في أي سطر برمجي تاني جاي وأنا بكتبه. مثلا نقول إنه عندي my phone بتساوي 2، إنه أنا عندي 2 فون. طبعا هاي الطريقة اللي بكتب فيها كود أو بمثل فيها الرقم من خلال تمثيله بمتغير أيا كان نوع هذا المتغير أو طريقة كتابة هذا المتغير. طبعا كتابة المتغير بتلزمها مجموعة قواعد من خلالها أنا بقدر أكتب المتغير. أول هاي القواعد إنه مو ممكن إنه أنا أبدأ بالرقم، يعني إذا كنت بدي أمثل متغير أو أكتب متغير اسم متغير ما في أبدأ برقم، زي مثلا أداني إيرور انفاليد سينتاكس، في خطأ في السينتاكس لأنه ما في أبدأ برقم. الشرط الثاني إنه لا يوجد مسافات، بمعنى لو شلت أنا المسافة اللي في المتغير ماي فون طبعتها برضو حيعطيني invalid syntax، بالتالي أنا بستبدلها بحاجة اسمها underscore ممكن تعبي هاد المسافة. الشرط الثالث ما في أبدأ بأحد الكاركترز التاليين أو أي كاركترز غير الحرف. الرابع إنه ما في أخلي اسم المتغير واحد من الكلمات المحجوزة، بمعنى لو بيطلع عندي مجرد ما أنا بدي أكتب متغير مثلا list تساوي تغيير اللون اللي حصل هذا بيعني إنه هاي الكلمة محجوزة في بايثون وبالتالي ما في أخدها كاسم متغير. هاي مجموعة من القواعد اللي إحنا لازم نمشي عليها. طبعا موضوع الدايناميك من المواضيع اللي بتميز فيه لغة بايثون عن غيرها من اللغات اللي بتكون استاتيكالي. كيف هذا الشيء؟ خلينا نترجمه لكود. لو قلنا ماي فون المتغير اللي احنا عرفناه من قبل، ورحنا عرفنا برضو ماي كمان متغير بنفس الاسم بس انه اعطيناه غيرنا قيمة المحتوى او الفاليو اللي داخل اللي بيحملها هذا الفاريبل. قلنا انه في عندي iOS وعندي كمان اندرويد. هنلاحظ انه تشغيل الكود ما ادى الى اي مشاكل على عكس مين باقي اللغات اللي هتديني ايرور لانه كررت اسم الفاريبل مره ثانيه. هذا الشيء يعتبر flexibility من الميزات اللي بضيفها هذا الشيء على بايثون، انه بيخليها flexibility اكثر مع تنفيذ الكود بحيث انه ما بيظهر لي مشاكل وبيعطيني شو اخر values انا اعطيتها لهذا المتغير. هلا لو جينا مثلا حكينا انه في عندي، نجرب كمان لقديش الدايناميك تايبينج هذا شغال. لو قلت له مثلا عندي ام بقيمته 5 واستعلمت هون عن ام اداني انه هي فعلا قيمتها 5، طيب لو غيرت قيمة ام مدتها 10 واستعلمت مرة تانية عن ام هلاقي انه اداني اياها 10، فهو بياخد اخر قيمة للمتغير او اخر قيمة بيحملها المتغير. طيب ام بتساوي ام زائد ام واستعلمت عن قيمة ام الجديدة هنلاقي انها 20، بالتالي هو اخذ اخر 10 او اخر قيمة للام وجمعهم مرتين. طب لو احنا برضو عملنا اعادة تشغيل لهاي السل هنلاقي انه كل مرة عم تتغير، وهذا الشيء بدل على انه فعليا هو دايناميك.
ولازم ناخذ هذا الشيء بالاعتبار اثناء كتابه الكود والتعامل مع كود بايثون. هلا عشان نرجع للنقطه الاوليه او الاولى، في اعيد تشغيل الكيرنر، وهي من الاشياء اللي ممكن احنا حتصادفنا كتير اثناء عملنا. حتعمل اعاده تشغيل الكيرنر restart or kernel clear all outputs. هلا اللي صار انه هو اعاد تشغيل الكيرنر بحذف كل النواتج بيطلع من السل. اذا بنلاحظ رجعت لنا النتائج الاولانيه. هلا لو كنت بدي استعلم عن التايب الخاص بالفاليو اللي داخل او التايب الخاص بهذا الفاريبل، لو قلنا مثلا انه A بتساوي 30 وحكينا له بدنا التايب يعني نوع هذا الانتجر او نوع هذا الفاريبل اللي هو فعلا حيطلع انتجر. لو حكينا انه A بتساوي 30.2 وبرضو استعلمنا عن التايب الخاص بي للA، هنلاقي انه float. طيب هي احد الكلمات المحجوزة اللي من خلالها بنقدر نعرف او نميز شو نوع المتغير الموجود عندي، بتساوي 100. ونقول في متغير تاني اسمه tax rate مثلا تساوي 1/10. طبعا ممكن اجري عملية حسابية من خلالها احفظها في متغير جديد. لو اقول مثلا my taxes مثلا اللي هي حتساوي 100 الاول ضرب 100 الثاني. هلا لو بدي اعرف قيمة my tax فعلا هنلاقي انه اجرى العملية الحسابية فعلا واداني الناتج وحفظه في my tax. هذا كمثال بسيط على العملية الحسابية من خلال الـ variables.